ازيكم يا سنة خمسة، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن الدرس الثالث، الوحدة الأولى. الدرس ده هنقسمه على جزئين، اسمه العمليات الحسابية على الأعداد الطبيعية. احنا عندنا في الرياضيات أربع عمليات أساسية: أولا الجمع، ثانيا الطرح، ثالثا الضرب، رابعا القسمة. هنتكلم على كل عملية فيهم وهنعرف هل هي كانت ممكنة في الأعداد الطبيعية أم لا. أولا الجمع، لإيجاد ناتج 5+2 على خط الأعداد تبدأ من نقطة واو والتي تمثل العدد 0، ونتحرك يمينا 5 وحدات ثم وحدتين في نفس الاتجاه، أي في الاتجاه اليمين نفسه، فنصل إلى العدد 7. يمس، طب ما أنا عارف إن 5+2 بيساوي 7، مش محتاجة كل ده. بيقولك إزاي نوجد الناتج عن طريق خط الأعداد. أنا شايفة قدامي خط الأعداد ده بيبدأ من اليسار لليمين، بداية من 0 1 2 وهكذا. طيب اولا بيقولك امشي 5 وحدات، 5 وحدات في الاتجاه اليمين، يبقى هبدأ من اليسار من عند الصفر، همشي 1 2 3 4 5. طيب امشي كمان خطوتين بعد الخمسة، 6 7، يبقى اذا 5+2 7، يبقى اذا يكون المجموع 7. خواص عملية الجمع، خواص عملية الجمع دي، الخواص دي هي اللي هتأكد لي اذا كانت هل الجمع ممكن في الأعداد الطبيعية ام لا. أول خاصية معانا خاصية الانغلاق. بيقولك إذا كان ألف وباء عددين طبيعيين، فإن ألف زائد باء يكون عددا طبيعيا، أي أن ألف زائد باء يساوي جيم، حيث جيم ينتمي لطاء، أي أن عملية الجمع في طاء عملية مغلقة. تعالوا نشوف مثال عشان نفهم الدنيا أكتر. لو قال لي 3+7، 3+7 كام؟ 10. هل 10 موجودة في العدد الطبيعي؟ يبقى إذن الجمع عملية مغلقة، لأن 3 و7 و10 ينتموا لطاء. تاني خاصية معايا خاصية الإبدال، جاية من نفس اسمها إبدال، يعني أبدل. بيقولك إذا كان ألف وباء عددين طبيعيين، فإن ألف زائد باء يساوي باء زائد ألف. تعالوا كده نكمل، أي أن عملية الجمع عملية إبدالية. تعالوا نشوف مثال، 3+8 كام؟ 11. طب 8+3 هل اختلف الناتج؟ لا، 11 برضو، يبقى اذا عملية الجمع عملية ابدالية، اي ان 3+8 بيساوي 8+3. تالت خاصية معي خاصية الدمج، اذا كان الف وباء وجيم 3 اعداد طبيعية، فان الف زائد باء زائد جيم هي لو قلنا ألف زائد باء زائد جيم. لاحظنا ايه؟ ان انا في الاول جمعت الألف والباء مع بعض، طب في الحالة التانية جمعت الباء والجيم مع بعض في البداية. تعالوا كده نشوف، اي ان عملية الجمع عملية دامجة. مثال، 3+5+4، 3+5 كام؟ 8. 8 و4 12. طب 5 و4 9، 9 و3 برضو 12، يبقى 12 يساوي 12، يبقى إذن عملية الجمع عملية إيه؟ دامجة. العنصر المحايد الجمعي، إذا كان ألف ينتمي لطاء، فإن ألف زائد صفر يساوي صفر زائد ألف بيساوي ألف. يعني إيه محايد جمعي؟ يعني عدد لو جمعته على أي عنصر يديني نفس العنصر. طب هل العنصر المحايد الجمعي ده إبدالي؟ إبدالي، لأن أنا قلت ألف زائد صفر وبعد كده قلت 0+ألف والاتنين عطولي نفس الناتج، أي أن الصفر هو العنصر المحايد الجمعي في طاء. مثال، 5+0 بيساوي 0+5 بيساوي 5. طيب يا مس، أنا دلوقتي عرفت الخواص بتاع عملية الجمع، إزاي أحل بيها؟ بيجيلك السؤال كالآتي: تمرين، باستخدام خواص الجمع أوجد الناتج 12+15+18+55. معايا 12 و15 و18 و55، ببص على الأحاد في كل رقم وأشوف إيه المجموع، إيه الرقمين اللي في الأحاد مجموعهم يديني 10، الاتنين أجمع عليها كام يديني 10؟ هل 5 أم 8؟ 8، يبقى إذن 12+18. طيب والخمسة اللي في 15 أجمع عليها إيه؟ أجمع عليها 5، يبقى إذن 15+55. طيب يا مس، أعمل إيه؟ لازم نبدل ونخلي الأرقام جنب بعضها عشان يسهل عليا عملية الحل. يبقى أول حاجة
في الحل هقول 12 زائد 18 زائد 15 زائد 55. كده انا عملت ايه؟ بدلت مكان ال 15 بال 18 علشان هعرف اجمع ايه مع ايه. دي كده اول خاصيه، هي خاصيه الابدال. بعد كده 12 زائد 18 حطيناهم في قوس واحد، و 18 زائد 15 زائد 55 في قوس تاني. كده احنا عملنا ايه؟ دمجنا كل رقمين مع بعض بحيث ان انا اعرف اذا كنت اجمعهم ازاي. 12 و 18 30، 15 و 55 70، 30 و 70 100. طيب ال 100 تنتمي لطاء؟ أيوة. يبقى إذا خاصية إيه؟ انغلاق. كده أنا سهلت على نفسي عملية الجمع، بدل ما كنت أقعد أقول 12 زائد 15 بعد كده زائد 18 زائد 55 وهكذا، لأ أنا سهلت على نفسي عملية الجمع. عرفت على طول إن 2 و 8 10، صفر معايا الواحد، 1 و 2 3 يبقى 30. عرفت إن 5 و 5 10، صفر معايا الواحد، 1 و 6 7 يبقى 70 وهكذا. لاحظ أن مجموع أي عددين طبيعيين زوجيين هو عدد زوجي، ومجموع أي عددين طبيعيين فرديين هو أيضا عدد زوجي. تعالوا نشوف مثال. عدد زوجي زائد عدد زوجي، 2 مثلا زائد 4 أعطاني 6، مش 6 زوجي. طيب فردي واحد وفردي تاني 5، 1 زائد 5 6، مش عدد فردي ولا عدد زوجي؟ عدد زوجي. يبقى 1 و 5 6، يبقى اذا زوجي زائد زوجي يديني زوجي، فرد زائد فردي يديني زوجي. مجموع اي عددين طبيعيين احداهما فردي والاخر زوجي هو عدد فردي. تعالوا نجرب. 1 زائد 2 3، 3 زوجي ولا فردي؟ فردي. 2 زائد 3 5، 5 ده فردي ولا زوجي؟ فردي. يبقى انت هخليها كده، اتنين متشابهين يديني زوجي على طول، يعني زوجي وزوجي زوجي، فردي وفردي زوجي. طب ولو الاتنين مختلفين؟ فردي وزوجي فردي، زوجي فردي فردي. تمام. طيب يا مس انا مش هعرف احفظهم. يبقى على طول اول ما يجيلك سؤال على الجزئية دي تجرب، حط ارقام زوجية او ارقام فردية وجرب. تمام. ثانيا الطرح. عملية الطرح غير ممكنة في طب. تعالوا نعرف ليه. لأن لو قلت 7 ناقص 5 يديني 2، طب هل ينفع 5 ناقص 7 يديني 2؟ لا. يبقى إذا 7 ناقص 5 لا يساوي 5 ناقص 7. 8 ناقص 5 ناقص 2، 8 ناقص 5 3، 3 ناقص 2 1. هل هو لو قلت 8 ناقص 5 ناقص 2 بحيث ان انا اقول 5 ناقص 2 الاول 3 وارجع اقول 8 ناقص 3 5، هل هنا 1 وهنا 5 دول يساوي بعض؟ لا يساوي. يبقى اذا عملية الطرح عملية غير ممكنة. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس. في انتظار اسئلتكم يا سنة 5. باي باي.